اهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان ومتابعة إخبارية جديدة. عشاق كرة القدم على موعد مهم جدا اليوم، ربما هو الموعد الأهم في إنجلترا، لقاء مرتقب يجمع بين فريق ليفربول مع نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ستقام المباراة في الـ5:30 بتوقيت القاهرة. بالتأكيد مباراة بتمثل تحد من نوع خاص ليس بين فريقين ولكن أيضا على مستوى الأفراد، هذا التحدي بين غوارديولا وكلوب وما بين محمد صلاح ورياض محرز بيجعل أيضا المنافسة أكثر شراسة، لأن فريق مانشستر سيتي بيحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 72 نقطة. تفاصيل أكثر عن المباراة والمتوقع اليوم ما بين الفريقين بينضم إلينا زميل رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. أهلا بك يا رامي. أهلا بك حور، وأهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. أهلا بك. يعني قمة نارية اليوم بين مانشستر سيتي وفريق ليفربول على رمضان بقى، فريق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي. كلمنا عن هذا اللقاء اليوم. لا، هو طبعا هي مباراة مهمة جدا في الدوري الإنجليزي النهاردة. أعتقد أن كل محبي وعشاق الدوري الإنجليزي على موعد مع قمة كبيرة، أكبر فرقتين حاليا في الدوري الإنجليزي وباب العالم كله، يعني في دوريات أوروبا. مانشستر سيتي طبعا بيضم لعيبة على مستوى عالي وقدرات كبيرة جدا في كرة القدم. ليفربول طبعا بيقدم مستويات ممتازة. أعتقد إن المباراة النهاردة هي بمثابة صقر بالنسبة لليفربول عشان يقدر إن هو يعني يعتلي الدوري الإنجليزي أو جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لأن الماتش النهاردة بعتقد إن هو هيدي فرصة لأي فريق إن هو يحصل على لقب الدوري، لأن اللي هياخد ثلاث نقاط أعتقد هيبقى عنده روح معنوية أفضل وعنده دفع معنوية أكبر في المباريات القادمة. وبالتالي الفوز النهاردة بالنسبة لليفربول هيبقى خطوة مهمة في أنه هو يستعيد لقب الدوري الإنجليزي مرة تانية، والفوز بالنسبة لمانشستر سيتي بظن أنه هو هيقربه أكتر من لقب الدوري اللي طبعا يعني بيحاول بقدر الإمكان جوارديولا أنه هو يحافظ عليه في ظل الصراع الشرس ما بينه وبين يورجن كلوب. طيب، بيتجه البعض دلوقتي للمقارنة قبل المواجهات الكبيرة بين أرقام النجوم وإحصائيات الفريقين، خاصة طبعا وإن في لقاء اليوم هنرى قمة عربية بتجمع ما بين المصري محمد صلاح بنظيره الجزائري رياض محرز. لماذا أو ماذا عن هذه المواجهة والمتوقع يعني أثناء مباراة اليوم؟ هو طبعا يعني اكيد احنا كلنا متحمسين ان احنا نشوف محمد صلاح كراجل مصري، واكيد طبعا بيمثل العرب ومعاه رياض محرز نجم الجزائر نجم منتخب الجزائر، لكن اعتقد ان محمد صلاح هو صاحب الفرص الاكبر في ان هو يبقى متواجد من البدايه، لكن رياض محرز يعني بعض التوقعات وبعض المؤشرات بتشير ان جوارديولا هيعتمد عليه من البدايه او من بدايه اللقاء. عنده يعني لاعبين اخرين بيعتمد عليهم اكثر من رياض محرز، لكن محمد صلاح هيبقى هو النجم الاوحد حاليا في ليفربول، واللي بيحظى بتعبئه كبيره جدا داخل الفريق وداخل الجماهير. يمكن برضو محمد صلاح اتكلم امبارح على المباراه واتكلم على المواجهه في القنوات الانجليزيه، وقال ان المباراه بالنسبه لهم هي مباراه مهمه جدا ومباراه يعني الفوز فيها هو الاساس، والفوز فيها هو او التركيز على الفوز هو الفيصل في يعني تحديد بطل الدوري او بطل الدوري الانجليزي. المباراه اعتقد ان هي هتبقى سجال ما بين الفريقين، نوع من الممكن القرويه، فيها جزء تكتيكي ما بين المدربين. النهارده بنتكلم على افضل 2 مدربين في العالم سواء يورجن كلوب او بيب جوارديولا،
فالمباراه هتبقى فيها تكتيك عالي جدا في خلال الشوطين او على الاقل في الشوط الاول، لان دايما اللعيبه بتبقى ملتزمه بتعليمات المدربين في الشوط الاول، لكن بعد كده بيتحرر اللاعبين من حسب مجريات الامور وحسب مجريات المباراه. فاعتقد ان محمد صلاح النهارده على موعد النهارده ان شاء الله انه يحرز هدف، لان احرازه الهدف اعتقد ان هو برده هيعزز من صدارته للدوري او ترتيب الهدافين دوري الانجليزي، وده اعتقد هيبقى اضافه بالنسبة لمحمد صلاح. طيب بالتأكيد المواجهة اليوم هتكون مواجهة مش سهلة، لكن هل ممكن عامل الأرض والجمهور يكون أكثر في يعني صف فريق السيتي؟ مؤكد طبعا ان يعني الجمهور ليه عامل، ولكن خلاص لعيبه ليفربول لعيب محترفين وتعاملوا مع المواقف دي اكثر من مره، وواجهوا السيتي يعني في اكثر من مره على ملعب الاتحاد، وعارفين كويس قوي قدراته على ملعبه. فاعتقد ان اللعيبه عندها وكسبوا، يعني هم قبل كده ليفربول في 2018 كان محمد صلاح كان دي يعني نصيب ان هو يحقق هدف مميز في مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. واعتقد ان فرصته النهارده ان هو يحققها برضه افضل ان شاء الله، يعني باذن الله تكون جيده على اساس كمان يعني محمد صلاح يعني كتير من الناس عارفين ان هو بيلعب ودايما صايم في النهارده، اكيد هو هيشارك في المباراه وهو صايم في اللقاء. ان شاء الله تكون يعني كده بركه حلوه على محمد صلاح ويحرز هدف مانشستر سيتي النهارده في ملعب الاتحاد ان شاء الله. من ناحيه اخرى ليفربول اقل بنقطه واحده فقط عن السيتي، طبعا بيلعب على الفوز علشان يتصدر الترتيب، هل ده متوقع؟ يعني متوقع انه ينجح؟ كل شيء وارد طبعا، وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان الدوافع عند لاعبي ليفربول والفريق نفسه ان هم حابين ان هم يتشيدوا الجدول الترتيب ده، يعني ده امر اكيد جواهم وعندهم حافز ده. محمد صلاح تصريحاته امبارح في اللقاء يعني اعتقد ان هو الدوافع موجوده، لكن طبعا قدم بيها يعني عامل مهم جدا، عامل التوفيق في المباراه. اتمنى ان يكون في توفيق بالنسبه لليفربول. المباراه برده مش سهله زي ما انت حضرتك قلتي برده على لعيبه ليفربول، مانشستر سيتي خصم مش قليل، بيضم لعيبه على مستوى عالي جدا، المدرب فني على مستوى عالي. واعتقد ان المباراه هيبقى يبقى ليها حسابات كتيره وليها حسب الربع ساعه الاوليه، دايما المباريات الكبيره بتسيبها الربع ساعه الاوليه مرحله الجس النبض. كل دي امور بتبقى ليها يعني تداخل في المباريات الكبيره، ونتمنى ان شاء الله النهارده ان احنا نستمتع بوجبه يعني دسمه قبل الفطار ان شاء الله مع محمد. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل رامي عبد الحميد الصحفي بقسم اليوم بقسم الرياضه في اليوم السابع، شكرا ليك. شكرا شكرا لك. شكر موصول لحضراتكم كل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطيات إخبارية جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.